حين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. نعلن عن بدء معركة زلزال اللجاء ونبدأها بحصار اللواء 34 دبابات التابع للفرقة التاسعة في بلدة المسمية وقسم الأمن العسكري في منطقة المسمية. والله ولي التوفيق. النقيب قيس قطعنا قائد لواء العمري تجمع ألوية أحفاد الرسول في محافظة درعا.